مين طلبت شهادة الدبلوم العام الصف الثاني عشر، أكيد مستمرين معاكم نطرح لكم جميع المواد التعليمية حتى نستقبل منكم الجميع الاستفسارات والأسئلة حول المادة. أكيد متابعينا الأحبة، اليوم مادة هذا وطني بإذن الله تعالى، نسعد بجميع الاستفسارات والأسئلة سواء كانت عبر البريد الخاص بالبرنامج أو عبر منصة إكس، وكذلك عبر هاتف البرنامج الذي يظهر تباعا بين الحين والآخر. متابعينا الأحبة، هناك أيضا مواصفات للورقة الامتحانية حول مادة هذا وطني، وأيضا بعض التصويبات البسيطة لهذه المادة. التفاصيل سوف تكون بعد هذا الفاصل القصير، بالتأكيد لنا عودة، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا وسهلا بكم متابعينا الأحبة من جديد، برنامج درس على الهواء هذا وطني، أكيد نستقبل جميع الاستفسارات والأسئلة حول هذه المادة من مصادرها الصحيحة عبر البريد الخاص بالبرنامج، وأيضا عبر هاتف البرنامج، وكذلك عبر منصة إكس هاشتاج درس على الهواء. أيضا يمكنكم متابعتنا عبر منصة عين، وكذلك عبر منصة إكس لقناة عمان مباشر. الإعادة الأولى سوف تكون في الساعة 11 مساء بإذن الله تعالى، الإعادة الثانية سوف تكون في صباح اليوم التالي في 5:30. دائما نسعد بمتابعتكم لنا في البث الأول من 4:00 وحتى 5:30، حتى تكون لديكم المساحة الواسعة للنقاش مع الأستاذ المختص بالمادة، مادة هذا وطني. والبداية مع ضيفتنا التي نرحب بها باسمكم جميعا، الأستاذة أسماء بنت محمد البلوشي، معلمة مادة الجغرافيا. أهلا وسهلا فيك، حياك الله معنا أستاذة. مرحبا أستاذة فايزة، حياك الله وحيا الله بطلبة دبلوم الصف الثاني عشر، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يكون الاختبار سهل، تكون حلقة درس على الهواء حلقة ثرية وتؤهلهم للدخول لقاعات الاختبار بكل ثقة. نعم إن شاء الله بإذن الله تعالى، هذا ما نتمناه دائما. خلينا نبدأ معك بمواصفات الورقة الامتحانية اللي دائما الطلبة كذا يبدأوا فيها ويستمروا الاستفسار عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أولا في البداية، بداية أعزائي طلبة الدبلوم الصف الثاني عشر، في البداية نطرح عليكم اللي هي المادة الدراسية اللي درستوها في الفصل الدراسي الثاني، هي عبارة عن وحدتين، الوحدة الأولى، الوحدة الثالثة والرابعة. بالنسبة للوحدة الثالثة طبعا تتكلم عن سوق العمل العماني، استثمار وتوجهات، يوجد فيها فقط 3 دروس. أيضا طبعا اللي هي سوق العمل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الاقتصاد القائم على المعرفة. أما بالنسبة للوحدة الرابعة فهي أيضا تشتمل على 3 دروس، الهوية العمانية والهوية العمانية في ظل الثورة المعرفية، وكذلك الدرس الثالث عمان والمواطنة العالمية. فقط أحب أن أنوه هنا إلى نقطة مهمة جدا، اللي هو لا يوجد أي درس محذوف من ضمن هذه الدروس الثلاثة.
طبعا ننتقل بعد ذلك للحديث عن مواصفات امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني لمادة الدراسات. طبعا هذه المواصفات ليست غريبة عليكم، طبعا نفسها هي في الورقة الاختبارية الفصل الأول. تنقسم بالنسبة لي اللي هي إلى أسئلة موضوعية وكذلك الأسئلة المقالية. بالنسبة للأسئلة الموضوعية طبعا 57 الوزن النسبي منها في الوحدة الثالثة و 43% منها في الوحدة الرابعة. طبعا مثل ما ملاحظين بأن عدد المفردات في الوحدة الثالثة من المحتمل أنها تكون 8 مفردات إلى 6 مفردات في الوحدة الرابعة. بالنسبة للأسئلة المقالية 80% من الاختبار هو عبارة عن أسئلة مقالية، سواء كانت اللي هي الأسئلة المتعددة أو الأسئلة المقالية طبعا المفردة أو الأسئلة اللي هي المركبة أو المتعددة، فاللي هي تشتمل من السؤال من سؤال 15 إلى سؤال 21. وطبعا تختلف درجات مستويات التعلم فيها من اللي هي مستويات المعرفة إلى مستويات الفهم والتطبيق إلى القدرات العليا، والقدرات العليا ما اللي هي تتضمن بنسبة 20%. مجموع الدرجات الاختبار كامل اللي هي 70 درجة، باعتبار بأن 30 درجة حصل عليها الطالب في التقويم المستمر. طبعا بالنسبة للورقة الاختبارية زمن اللي هي مثل ما اتفقنا بأن 70 درجة، وكذلك زمن الإجابة 3 ساعات. وطبعا هنا نحن طبعا دائما ما ننبه الطلبة إلى أهمية وضرورة أن يأخذ وقته ومساحته الزمنية أثناء حل الاختبار، بحيث أنه لا يستعجل في الإجابة أو لا يعني مثلا يقوم فقط المجرد أنه ينتهي من الاختبار ويخرج من القاعة الامتحانية. طبعا هذا طبعا تم مناقشته بالنسبة لنسبة الأسئلة الموضوعية والمقالية وكذلك نسبة مستويات التعلم سابقا. الأسئلة كما ذكرنا سابقا من 1 إلى 14 هي أسئلة موضوعية من نوع الاختيار من متعدد بأربع بدائل، ولكل سؤال له درجة واحدة. وبالنسبة للأسئلة من 15 إلى 21 هي عبارة عن أسئلة مقالية، سواء كان نمط المقالي القصير أو الممتد، يتكون كل سؤال من 2 إلى 4 جزئيات. وطبعا يعني تختلف هذه الجزئيات باعتبارها أسئلة مقالية أو أسئلة يمكن أن الطالب يعني مثلا يتعرف فيها على مهارة استخدام الجداول أو استخدام اللي هي الخرائط كما سنذكر بعد ذلك الآن. طبعا يجب في الورقة الاختبارية تشتمل على مجموعة من المهارات مثل مهارة التعامل مع الخرائط، ويمكن أغلب الطلبة يعني اللي هي الخريطة الخرائط اللي ممكن الموجودة في الكتاب اللي هي مثل خريطة جهود اللي هي المشاريع الاقتصادية والقطاعات توزيع القطاعات الاقتصادية الاستثمارية في سلطنة عمان، هذه يجب أن يتعلم ويتعرف الطالب على كيفية التعامل مع هذه الخريطة. كذلك تحليل النصوص، وهي عبارة عن نصوص وردت في شكل خطابات سواء كانت خطابات للسلطان قابوس طيب الله ثراه أو كانت خطابات للسلطان هيثم حفظه الله ورعاه. فبالتالي هنا الطالب مطالب بأنه يتعرف على كيف يمكن أن يحلل هذه النصوص، سواء كانت هذه النصوص داخلية من داخل الكتاب أو من خارج الكتاب، إضافة إلى بعض الرسوم البيانية، كذلك بعض الأشكال، كذلك بعض الصور التي وردت في الكتاب، كلها تعتبر أشياء ومواد مهمة جدا ينبغي على الطالب أن يقوم بحفظها ويتعرف كيف أنه يتعامل معها أثناء لما مثلا قد تأتي في الاختبار. أيضا طبعا وضع ممكن طبعا يعني الاستعانة مثل ما ذكرنا سابقا الاستعانة بنصوص خارجية وما شابه. هنا فقط نقطة مهمة جدا نحب أن يعني مثلا أن نتعرض إليها اللي هي التصويبات التي جاءت في الكتاب. التصويبات التي جاءت في الكتاب من ضمنها اللي هي الشكل رقم 4 الذي جاء في صفحة تقريبا 110 صفحة 110 في درس عمان والمواطنة العالمية. طبعا بعض الطلبة لديهم الطبعة اللي هي لعام 2021، وبعض الطلبة الطبعة الحديثة اللي هي طبعة 2023 اللي هي تم تعديل فيها بعض هذا الشكل. أولا الشكل السابق اللي موجود لدى الطلبة في الطبعات القديمة اللي هو هذا الشكل، الشكل الذي يوجد فيه هذا طبعا تعديلين. أولا تعديل معرض رسالة السلام، هنا يتم تعديلها إلى معرض رسالة الإسلام، وكذلك هذا المخطط الموجود
مخطط في يمين الصفحة، هذا المخطط أصبح طبعا ملغى. فقط الشعار اللي هو شعار معرض رسالة عمان، معرض رسالة الإسلام في عمان، هو يعني طبعا كما ورد رسالة الإسلام من عمان هو الذي يتم الأخذ فيه عشان ما يتشتت الطالب في المعلومات الواردة في المخطط السابق. واضح إن شاء الله بالنسبة للطلبة والطالبات، مواصفات الورقة الامتحانية وأيضا التصويبات التي وضحتها أستاذة أسماء. نشوف أيضا هنا استفسار عبر البريد يقول هل حفظ الشكل صفحة 85؟ طبعا نشوف الكتاب صفحة 85. ربما يقصد الطالب الشكل في صفحة 85، نعم الإجراءات والمبادرات. الشكل الوارد في طبعا يعني درس سوق العمل في صفحة 85، طبعا هذا الشكل مهم جدا ويحفظه الطالب. الطالب مطالب أن يحفظ الإجراءات والمبادرات لتطوير سوق العمل العماني التي قامت بها السلطنة في سبيل تطوير سوق العمل العماني. طبعا هي عبارة عن أربعة وليس كذلك فقط، يعني مثلا بعض الطلبة يقولوا أن عادي نحفظ نقطتين فقط، لا، يحفظ الطالب جميع النقاط الأربعة هذه. لماذا؟ لأنه وردت في كثير أو ما اللي هي عدة اختبارات سابقة بعض الأسئلة في نقاط الفقرات اللي موجودة في الشكل. يعني مثال على ذلك ممكن يأتيك سؤال اللي هو علل تطوير الاشتراطات، تطوير الاشتراطات والمعايير والمزايا المتعلقة ببيئة العمل في الشركات اللي هو ضمن مبادرات الإجراءات التي قامت بها سلطنة عمان. ليش؟ لماذا؟ إيش السبب؟ لجعل القطاع الخاص أكثر جذبا للقوى العاملة العمانية. طيب ممكن يأتي سؤال آخر، دلل على تمكين الإدارات، هنا سؤال آخر، دلل ما الدليل على ذلك؟ تمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص. الدليل على ذلك أنه تم إتاحة البرنامج الوطني للتطوير القيادي. إذن أنت هي مطالب بحفظ جميع النقاط الأربعة الموجودة في هذا الشكل. نعم. إذن طبعا هذا استفسار وأيضا استفسار لنوف العلوي حول الشكل صفحة 85، هل نحفظ أيضا واحدة أو ثنتين مثل ما ذكرت الأستاذة؟ نعم. ووضحت لكم أن نحفظ الإجراءات كاملة لأنها قد تأتي الأسئلة بصورة وبأشكال مختلفة. نشوف أيضا سؤال آخر، ما هي دوافع العالم إلى الاهتمام بسوق العمل؟ في أي صفحة هذا السؤال؟ أو في ما موضح الصفحة؟ طبعا دوافع العالم في الاهتمام بسوق العمل، الإجابة قد تكون اللي هي في عملية التنمية، تحقيق التنمية الاقتصادية العالمية، إضافة إلى ذلك تنويع الاقتصاد، والطالب ممكن أن يتعرف على الدوافع التي طبعا لهذا. فقط استدل بالفقرة، إضافة إلى ذلك التحديات التي فتقع ضمن اللي هي الاهتمام بسوق العمل، يأتي من أجل أو دخل في اللي هو من أجل تحقيق أرباح عالية أو مواجهة المنافسة الدولية وتحقيق التنمية الاقتصادية في العالم، وكذلك تنويع القطاعات الاقتصادية وجعل العالم نوعا ما قرية متصلة ومتواصلة. فهذه تعتبر اللي هي من الدوافع التي من أجلها يتم الاهتمام في سوق العمل. خلاص كذا الإجابة؟ نعم. إذا إن شاء الله تكون الإجابة واضحة. أيضا في سؤال آخر استفسار، هذا الاستفسار يبدو أن الأسئلة الحين تأتي بشكل متواصل، هل الكلمات المضيئة مطالبين فيها؟ الكلمات المضيئة عشان ناخذ بعض فقط، ناخذها كمثال، ناخذها كمثال. نعم نعم. نشوف الكلمات المضيئة من الكتاب المدرسي كمثال يعني حتى تركزوا عليها إذا كانت هي حفظ أو هل مطالبين فيها أو لا.
بالنسبة لي اللي هي المعلومات التي قد ترد في بعض اللي هي الدروس، سواء كان فيما يتعلق بالربط مع الحياة، أو سواء كانت اللي هي بعض المعلومات مثلا القيم التي قد تذكر في بعض الصناديق أو المستطيلات الموجودة في بعض الدروس، أو توظيف المصادر التقنية، هاي تعتبر يعني توجد فيها أو قد تتضمن فيها بعض المعلومات المهمة وترد بصيغة أسئلة مختلفة. يعني مثلا من ضمن الأسئلة، نفرض أن القيمة المذكورة الآن أو التي طبعا الواضحة في الشاشة الآن، إدراكك للتخصصات والوظائف الواعدة في بلدك يسهم في تأمين مستقبلك الوظيفي وبناء الوطن. هنا ممكن يجي سؤال في هذه الفقرة، في هذا السطر، وقد ورد ذلك تقريبا في السنة الماضية أو السنة قبل الماضية في هذا السطر، اللي هو ما هي أهمية إدراك الطالب العماني للتخصصات والوظائف الواعدة في بلده؟ إيش أهمية أن تدرك بأهمية التخصصات؟ الإجابة فقط تكون عن طريق ماذا؟ يسهم في تأمين مستقبلك الوظيفي وبناء الوطن، وبالتالي هذا يعتبر أيضا من الإجابات ماذا؟ المهمة. كذلك بعض اللي هي إيش المعلومات التي قد ترد في طبعا أضيف إلى معلوماتك، تعتبر أيضا معلومات مهمة جدا، وممكن أنها ترد في صيغة اللي هي بعض المعلومات اللي مثلا تأتي في كلمات مضيئة مثل ما ذكر في السؤال. هذه تعتبر أسئلة ضمن تحليل النصوص، وتحليل النصوص الطالب مطالب فيه، يعني لازم يتدرب ويتعرف، وحتى ممكن أنها تأتي بعض الأسئلة من اللي هي على سياق هذه النصوص. وردت في الاختبارات الماضية، لو يطلع الطالب، أنا أفضل أن الطلاب يطلعوا على الأوراق الاختبارات السنوات الماضية. لماذا؟ لأنه وردت مثل هذه الأسئلة، وردت فيما كلمات مضيئة مثلا ذكر في فقرة جاءت وجاء عليها بعض الأسئلة، أنت إذن لازم تعرف إيش الأسئلة الموجودة في تحليل النصوص وما هي الإجابات التي يمكن أن تستخرجها من النص. نعم أستاذة، في أيضا استفسار من سعيد الحسني، السؤال يقول ما هي الأشياء التي ممكن أن نركز عليها في الوحدة الثانية؟ الوحدة الثانية طبعا هي درس، هي وحدة تتحدث عن موضوع الهوية العمانية. طبعا يعني نحن ما نريد نركز على أشياء ونخلي أشياء معينة، الكل الدرس كل هالوحدة تعتبر لازم يركز عليها الطالب. لابد أنك تركز على التعريفات اللي موجودة فيها، المرتكزات اللي تستند عليها الهوية العمانية، أشكال هذه المرتكزات، الصور اللي موجودة فيها، كذلك الفقرات اللي موجودة فيها توجد فيها الكثير من الأسئلة فيما في على شكل مثلا تدليل، أو على شكل أعطي أمثلة، أو فيها تواريخ، إذا أنت مطالب أنك ترتب فيها تواريخ. الوحدة كذلك فيها نقاط معينة، خصائص مثلا المواطنة العالمية، صفات المواطن الصالح، المواطنة الرقمية، الآثار السلبية والإيجابية للمواطنة وهكذا. فبالتالي كل هالوحدة ما في حاجة نحن نركز على شيء ونحط شيء آخر، حتى الأسئلة واللي هي في توظيف التقانة وهذه الأشياء تعتبر أشياء مهمة وضرورية. نعم. بالنسبة أيضا لاستفسار عهود الراشدية تقول ما هي الأنشطة التي أيضا نذاكرها ونحفظها، أيضا نحفظ حلولها؟ يعني الحين الإجابة هي تقريبا نفس الإجابة اللي قلتها قبل شوية، ما في أنشطة ممكن أن أنا أحددها أقول هذا مهم أو هذا ما مهم. الأسئلة يمكن ربما قد في بعض الأسئلة اللي هي مفتوحة المصادر، اللي هي يمكن أن الطالب تعتمد على مثلا استخدامه لمصادر التعلم أو لشبكة الإنترنت، هذه في توظيف التقانة موجودة. لكن في هناك بعض المعلومات في توظيف التقانة فيها توجد بعض المعلومات، هاي تعتبر مهمة يجب على الطالب أنه يعني يدرسها ويحفظها ويفهمها. فما في أنشطة ممكن نحن نركز عليها وفي أنشطة ما ممكن نركز، يعني توقع أي شيء، أي سؤال ممكن أنه يأتي في الاختبار. نعم. أيضا في سؤال عن أبو مسلم البهلاني، هل هو أيضا مهم؟ طبعا سؤال أبو مسلم البهلاني في درس عمان والمواطنة العالمية، هذا طبعا يأتي في الدرس الأخير. وإذا جئنا لي طبعا عشان نركز على اللي هي هذه الشخصية في صفحة 112، هذه الشخصية طبعا هذا المعلومات توجد في صفحة 112. طبعا كشخصية لشخصية أبو مسلم البهلاني طبعا تعتبر مهمة جدا. أول شيء الطالب لازم يعرف أن هذه الصورة
هي صورة أبو مسلم البهلاني، بحيث أنه إذا قالته في الاختبار هو يعرف صورة اسم الشخصية. الشيء الثاني لابد أن يتعرف في أي مجال، يعني برعت هذه الشخصية في المجال الشعر، لأنه يعتبر أحد شعراء مثل ما ذكر أنها أحد شعراء العرب في العصر الحديث. إذن لازم يعرف في أي عصر ظهرت هذه الشخصية، ظهرت في العصر الحديث. طيب، تخطت شهرته المستوى المحلي ليصبح أحد الشخصيات العالمية التي أدرجتها منظمة التربية والعلم والثقافة اللي هي اليونسكو. إذن أنت مطالب باسم المنظمة التي أدرجت هذه الشخصية ضمن الشخصيات اللي هي ماذا المؤثرة عالميا، اللي هي منظمة اليونسكو. ومنظمة اليونسكو طبعا تعرف شعارها سواء كان بالإنجليزي أو باللغة العربية. إضافة إلى ذلك في معلومات موجودة، طبعا هي شعارها إذا لاحظت هذه اللي هي شعار منظمة اليونسكو مثل ما موضح في الصورة. يوجد شعار أيضا آخر هنا اللي هو هذا الشعار. هذا الشعار هو شعار خاص باللجنة الوطنية العمانية للتربية والعلوم والثقافة، للتربية والثقافة والعلوم. فأيضا تتعرف على أن هي طبعا هذه أيضا تعتبر من الجهود ذات الصلة في موضوع شخصية أبو مسلم أو إدراج أبو مسلم البهلاني ضمن الشخصيات المؤثرة عالميا. كذلك طبعا أيضا لابد أن تتعرف على السنة التي أدرج فيها، سنة 2019 للميلاد. إضافة إلى ذلك في معلومة هنا، تم إدراجه ضمن برنامج اليونسكو للذكرى الخمسينية، الأحداث التي تتكرر بشكل ماذا أو المئوية للأحداث التاريخية المهمة والشخصيات المؤثرة ماذا عالميا. هذه طبعا اللي هي بالنسبة لشخصية أبو مسلم البهلاني. طبعا لماذا أدرجت هذه الشخصية ضمن الشخصيات العالمية؟ لأنها ماذا تعتبر من الشخصيات العالمية التي طبعا تخطت شهرته المستوى اللي هو الحديث، أدرجته منظمة اليونسكو ضمن قائمة الشخصيات المؤثرة عالميا في عام 2013 لمكانته العلمية وأيضا لنتاجه العلمي والفكري في مجال الشعر والأدب والقضاء والفقه وطبعا العديد من المجالات، ولتنقله من منطقة أيضا إلى أخرى. نعم، بالنسبة لتصنيف معايير تصنيف المؤسسات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عمان، هل أيضا مطالبين بحفظها؟ طبعا تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هذا يقع ضمن درس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان. هذا طبعا سؤال فهد، نتمنى يكون متابع حتى يتعرف على إجابة سؤاله من خلال الأستاذة. طيب، بالنسبة لتصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعتبر تصنيف هذا الشكل الوارد في الدرس مهم جدا. معايير تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان تصنف إلى ثلاثة مؤسسات حسب اثنين من المعايير، أولا اللي هي أعداد العاملين فيها وكذلك حسب الإيرادات السنوية. طيب، السلطنة اختارت، طبعا هذا المعيار هو عالمي، واختارت السلطنة أن طبعا تصنف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب هذا المعيار. لماذا؟ في طبعا اللي هو علل، اعتمدت سلطنة عمان، هنا نكتب مثلا سؤال علل، اعتمدت سلطنة عمان ممثلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هذا المعيار. لماذا؟ تماشيا مع الوضع الاقتصادي في البلاد. طبعا هنا ننتبه إلى بعض أجزاء الفقرات، نهاية أطراف الفقرات، لأن أحيانا توجد فيها بعض الإجابات. طبعا هذا الشكل الطالب مطالب بحفظه، ومطالب بمفهومية أنه يفهم اللي هو إيش، متى أسمي هذه المؤسسة صغرى، متى أسميها صغيرة، متى أسميها متوسطة، حسب اللي هم أعداد الطلاب، أعداد العاملين في المؤسسة، أو حسب الإيرادات السنوية. يعني ممكن يجي لك شكل على شكل أعمدة ويطلب منك حسب أعداد العاملين، ممكن يجي لك مثلا شكل حسب الإيرادات السنوية. فأنت تعرف صغرى إذا كان 1 إلى 10 عامل هذه أصنفها صغرى، صغيرة إذا كانت من 11 إلى 50، متوسطة من 51 إلى 150 عامل، وكذلك بالنسبة للإيرادات السنوية حسب ما هو مذكور معانا في الإيرادات السنوية. أقل من 150 ألف ريال عماني صغرى، من اللي هي 150 ألف إلى 1,250,000 هذا أسميها ماذا، أو إلى أقل من 1,250,000 أسميها صغيرة. إذا كانت من 1,250,000
إلى 5 ملايين أسميها متوسطة. نعم أستاذة. أيضا ميز في سوق العمل بين العمل الراكد، سوق العمل الراكد والمحكم. بالنسبة لسوق العمل اللي هو الفرق فيما بين سوق العمل المحكم والراكد، طيب اللي هو طبعا أيوة في صفحة 80، هذه تعتبر من الأسئلة البديهية السهلة جدا جدا. الطالب مطالب أنه يعرف الفرق فيما بين سوق العمل المحكم وسوق العمل اللي هو الراكد. سوق العمل المحكم طبعا هو لما يكون عندي سوق العمل المحكم الذي يزيد فيه عدد الوظائف على عدد الباحثين عن العمل، عدد الوظائف تكون أكثر، هذا أسميه محكم. لكن الراكد يكون فيه عدد الباحثين أكثر من اللي هو عدد الوظائف. نعم. وغالبا في الاختبار، فقط للتنبيه للطلبة، غالبا في الاختبارات تأتي كفرق فيما بين اللي هو سوق العمل المحكم وسوق العمل الراكد عن طريق اللي هو أشكال بيانية، فمثلا سواء كان بطريق الأعمدة أو بأشكال اللي هي الأشكال الدائرية مثلا. نعم. نشوف أيضا استفسار آخر من يوسف الصبحي، يقول كيف تأتي الأسئلة في صفحة 104؟ صفحة 104 كيف يعني كيف تكون أشكال الأسئلة التي تأتي على صفحة 104 اللي هي فكر وناقش؟ طيب صفحة 104 104 طيب صفحة 104 طبعا هذا الدرس يقع ضمن درس الهوية العمانية في ظل الثورة المعرفية، والسؤال في اللي هو هذا الشكل يأتي، قد يعني ممكن أن تأتي الأسئلة يا أما بصيغتها حسب اللي هو السؤال حسب ما جاء في هذا الشكل. طيب تتعرف على ما القضية التي يجسدها هذا الرسم؟ طبعا هذا الرسم يجسد قضية العزلة الاجتماعية. العزلة الاجتماعية هي عبارة عن نتاج لإحدى الآثار السلبية في الاجتماعية حسب اللي هي ماذا؟ يعني لأن نحن تعرفنا على أن الثورة المعرفية لديها يعني أثرت بشكل كبير جدا على الهوية الوطنية، والآثار قسمناها إلى آثار إيجابية وهناك آثار ماذا؟ سلبية. الآثار السلبية قسمناها إلى آثار ثقافية وآثار أخرى اجتماعية. فالآثار الاجتماعية أول حاجة كان عندنا الأثر السلبي تؤثر على القيم، يعني في اللي هي دخول بعض القيم الدخيلة إلى قيم المجتمع. إضافة إلى ذلك العزلة الاجتماعية، العزلة والانفصال فيما بين أفراد الأسرة، تلاشي الأواصر الأسرية. طيب فالقضية التي يجسدها الرسم مباشرة تذكر أن هذه تمثل العزلة الاجتماعية. كيف استنتج أنها عزلة اجتماعية؟ لأن كل فرد في الصورة واضح بأنه ماذا؟ واضح بأنه منشغل بجهاز معين، سواء كان اللي هو التلفزيون، بقناة التلفزيون أو بالتواصل الاجتماعي أو بوسائل أخرى، أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها بالبرامج أو الإلكترونيات المختلفة. فكل فرد في الأسرة لا يحتك مع الأفراد الآخرين، فهذا يؤثر في هذه القضية. طبعا هذه القضية لها أبعاد كبيرة جدا، سواء كان فيما يرتبط بضعف التواصل والتآصل والتآزر فيما بين أفراد الأسرة الواحدة، كذلك التباعد الفكري، وكذلك قلة الحوار فيما بين أفراد الأسرة. إضافة إلى ذلك يمكن التعرف بعض الآثار الأبعاد المرتبطة بالصحة، سواء كان الجانب النفسي أو كان الجانب الصحي البدني الآخر، زيادة أمراض مختلفة سواء كان السمنة أو كانت السكر أو غيرها من الأمراض الأخرى، فهذه أبعاد ماذا؟ سلبية. الإجراءات التي يمكن اتباعها لمعالجة هذه القضية اللي هي التحول والتنقل، التقليل أولا من استخدام من الأجهزة اللوحية أو من الإلكترونيات،
إضافة إلى ذلك مثلا القيام بمجموعة من الفعاليات والبرامج الأسرية، زيارة الأصدقاء، زيارة مثلا الأهل، وإضافة إلى ذلك التنزه في الحديقة، القيام وممارسة الرياضة. فهناك الكثير من الفعاليات أو البرامج التي يمكن لزيادة اللي هي التواصل الأسري. نعم. نشوف أيضا سؤال غادة. غادة الفزاري عندها سؤال: هل نحن مطالبون أيضا بتصنيف فوائد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وما الذي منها للفرد وما منها للمجتمع؟ أتمنى السؤال واضح. مرة أخرى السؤال. السؤال في صفحة 87، الشكل الموجود في صفحة 87: هل نحن مطالبون بتصنيف فوائد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وما الذي منها للفرد وما منها للمجتمع؟ طيب، طبعا مثل ما ملاحظين، طبعا هذا السؤال في درس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. نعم، هذا الشكل، الشكل 6 يعتبر من فوائد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أولا، من فوائد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنمية المواهب، وهذا الشكل طبعا مثل ما شايفين يوجد فيه ما يقارب 8 فوائد من فوائد المؤسسات اللي هي الصغيرة والمتوسطة، ويمكن تصنيفها إلى فوائد خاصة بالفرد وفوائد خاصة أيضا باللي هي المجتمع. من ضمن هذه الفوائد تنمية المواهب والابتكارات. الآن تنمية المواهب والابتكارات غالبا ما تكون تنمي موهبة الفرد ولا المجتمع، طبيعة الحال للفرد. إذا هذه اللي هي تعتبر ماذا؟ خاصة بالفرد. طيب، سواء كانت لديه موهبة مرتبطة بالتصوير، موهبة بالرسم، موهبة مثلا بالتصميم، إذا هنا تنمي مواهب الفرد. رفع المستوى المهاري للقوى العاملة، أيضا هذه تعتبر ماذا؟ للفرد، لأن هنا يتم اللي هو التركيز على مهارات الفرد، سواء كان مهاراته الخاصة بالتقنيات الحاسوبية، مهاراته الخاصة بالتواصل، مهاراته الخاصة بالتسويق، هذه كلها مهارات فردية في الأخير. طيب، إذا هذه للفرد. تعزيز اقتصاد الدولة، هذه للمجتمع، إذا هذه للمجتمع، لأنه بشكل مجتمعي نحن نعزز المؤسسة الصغيرة مع مؤسسة صغيرة أخرى مع أخرى مع أخرى مع متوسطة، كلنا نعزز اقتصاد الدولة كمجتمع. الاستفادة من خامات البيئة، أيضا هذه كمجتمع، إذا كمجتمع بأن نحن نتغلب نقوم بعملية إعادة تدوير لبعض الخامات، إذا هنا نحن نحمي البيئة والبيئة جزء من المجتمع. تحقيق التوازن الجغرافي لعمليات التنمية، أيضا هذه للمجتمع. طبعا تحقيق التوازن الجغرافي لعمليات التنمية هنا ماذا نركز فيه؟ على عملية الانتشار أو التوزيع المتكافئ للمؤسسات الصغيرة المتوسطة في كافة محافظات سلطنة عمان، وليس التركيز على محافظة واحدة دون الأخرى، يعني ليس يعني حتى لا يكون هناك تركيز فقط على محافظة مسقط، وإنما جميع اللي هي المحافظات تركز أو تنتشر فيها هذه ماذا؟ هذه المؤسسات. إذا هذا ماذا؟ مجتمعيا. تحقيق التكامل الاقتصادي مع المؤسسات الكبرى، المؤسسات سواء كانت اللي هي الشركات الكبرى، التعاون والتواصل فيما بينها، فهذا أيضا ماذا؟ يعد للمجتمع. إذا هنا أيضا عندي للمجتمع. توفير فرص عمل، هذه خاصة بالفرد، إذا توفير فرص للعمل خاصة بالفرد. تقليل التفاوت بين مستويات دخل الأفراد، هذه أيضا تدخل ضمن اللي هي فوائد الأفراد، ضمن اللي هي تقليل التفاوت بين مستويات دخل الأفراد، إذا هي فائدة خاصة بالأفراد. هذا فيما يتعلق ويرتبط بهذا الشكل. نعم. نشوف أيضا سؤال آخر عبر البريد، يقول في صفحة 108 يحيى يعني يطالب بحل فكرة حل أو فكرة اللي هي فكر وناقش في صفحة 108 مع التوضيح. صفحة 108. نعم، توظيف المصادر، فكر وناقش. طبعا في الصفحة، في صفحة 108 بالضبط. نعم. صفحة 108. طيب، نحن
السؤال اللي هو فكر وناقش. فكر وناقش وردت فيه العبارة لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر. هذه العبارة ضمن اللي هي الموضوعات التي يمكن للطالب أنها تطرح في مجال في الحصة الدراسية من أجل أن يوضح أهمية السلام وكيف ممكن اللي هي عن طريق الاستنتاجات العقلانية أو اللي هي التعاون البشري الذي قد يؤدي إلى الأمن والسلام. في هذه الفقرة طبعا الطالب هنا مطالب بأن يعرف لمن تنسب هذه العبارة، يعني هذه العبارة جاءت منصوصة باللي هي تنسب لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اللي هي منظمة ماذا؟ اليونسكو، منظمة اليونسكو. طيب فهنا الطالب لابد أن يعرف ماذا، ما هي المنظمة، لأن أحيانا يكتبها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، فإذا نفرض أن جاب لك اليونسكو ما جاب لك الاسم الكبير بهاي الطريقة، إذا لازم تعرف أن هذه المنظمة هي منظمة ماذا؟ اليونسكو. في أي سنة تم اللي هي طرحت هذه المقولة؟ في عام 2018. طبعا هي ما أنها يوجد فيها سؤال، هي فقط للمناقشة، تعرف هنا من هو القائل أو إلى من تنسب هذه العبارة، إضافة إلى ذلك السنة الميلادية التي ذكرت فيها هذه العبارة. نعم. نشوف سؤال آخر. السلام عليكم يا محمد. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا محمد؟ بخير الحمد لله. كيف استعدادك للامتحان؟ مرة جاهز. مستعد إن شاء الله. مستعد. طيب يا محمد، ياريت تسمعنا بس من سماعة الهاتف وتخفض على صوت التلفاز. إن شاء الله. وعندك الأستاذة شكلها عندها سؤال، وبعدين ناخذ سؤالك. يلا عندك الأستاذة أسماء. إن شاء الله. تريد تعطي سؤال؟ نعم. ايوه محمد تفضل، سؤال امامك. الشكل البياني الذي يعبر عن مفهوم سوق العمل الراكد، اي شكل من هذه الاشكال؟ الشكل رقم 2 ب ب، يعني اذا قلنا مثلا الف ب جيم دال، فهو هذا الشكل. كل ب باء عدد الباحثين عن عمل يساوي عدد الوظائف، صح؟ هل سوق العمل، عرف لي سوق العمل الراكد، ايش المقصود به؟ سوق العمل الراكد؟ نعم الراكد، لما يكون عندي ماذا؟ من اكثر من الثاني؟ الاكثر السوق اللي وجدته سوق العمل ذاك. لا، انا عندي عدد الباحثين عن عمل وعندي وظائف، من أكثر من الثاني في سوق العمل الراكد؟ الوظائف في الراكد، سوق عمل راكد يعني ما في حركة، يعني معناته إيش؟ عدد الباحثين عن عمل يزيد عن عدد عن الوظائف. أيوة أحسنت، يعني أي شكل الباحثين عن عمل واجدين وما نحصلين وظائف. أيوة ممتاز، يعني أي شكل من هذه الأشكال يا ترى؟ ألف باء جيم دال. ألف. ممتاز أحسنت، يلا إيش سؤالك تفضل. عندي حتى عندي سؤال في سوق العمل. تفضل. صفحة 82. صفحة 82. طيب ايش في السؤال؟ الذهب اللي في الجوهرة، القيمة، إدراك التخصصات والوظائف الواعدة في بلدك، يساهم في تأمين مستقبلك الوظيفي وبناء الوطن. نعم. ايش السؤال؟ السؤال هي صفحة 82 اللي في الجوهرة الذهبي. ما عرفت، ما فهمته. طيب هذا السؤال اللي هو ذكرناه قبل قليل فيما يرتبط بأهمية مذاكرة المعلومات التي قد ترد في بعض الصناديق. طيب لحظات. طيب ذكرنا قبل قليل بأنه طبعا هذه اللي هي القيمة اللي تحدثت عنها قبل قليل.
في بعض المعلومات التي قد ترد في بعض اللي هي المستطيلات أو الصناديق الموجودة في الكتاب، خاصة المعلومات مثلا في القيمة، الربط مع الحياة، إضافة إلى ذلك توظيف المصادر، في معلومات موجودة فيها، يعني الطالب مطالب أن يقرأها ويحفظها. فمثلا هذه المعلومة مثل ما واضح عندك في الكتاب، إدراكك للتخصصات والوظائف الواعدة في بلدك يسهم في تأمين مستقبلك الوظيفي وبناء الوطن. إيش السؤال اللي تتوقعه في بهذا السطر؟ اللي هي ممكن يجي لك سؤال وضح أهمية إدراك الطالب للتخصصات والوظائف الواعدة في بلده. وضح أهمية، إيش أهمية أن يدرك الطالب للتخصصات الموجودة في البلد؟ وإيش الأهمية؟ يسهم في ماذا؟ في ماذا يسهم؟ في تأمين مستقبلك الوظيفي، ورقم 2 بناء الوطن. أيوة، ويساعد على بناء الوطن. نعم. في تقديم هيسمة. بالضبط كذا. طيب، أي استفسار ثاني يا محمد؟ لا شكرا. يلا شكرا جزيلا لك محمد، أتمنى لك كل التوفيق. نروح إلى سؤال آخر أيضا عبر البريد. هل تأتي أسئلة بصيغة تعرف؟ طبعا أكيد تأتي بصيغة تعرف، هناك الكثير والعديد من التعريفات الموجودة في الكتاب المدرسي، سواء كانت اللي هي مثلا أسئلة مرتبطة بعرف ما المقصود بسوق العمل المحكم، سوق العمل الراكد، ما المقصود بمثلا الثورة الصناعية الرابعة، ما المقصود بالاقتصاد القائم على المعرفة، ما المقصود بالهوية، ما المقصود بالمواطنة العالمية، عرف المقصود بالمواطنة الرقمية، الكثير من التعريفات الموجودة، ماذا تعرف عن المؤتلف الإنساني. إذا هناك الكثير من التعريفات الموجودة في الكتاب، فتأتي قد تأتي أسئلة لماذا؟ هو طبعا كتب أنه مريت على أكثر من اختبار ما صادفت اللي هو سؤال في تعريف، يمكن هذا الامتحان إن شاء الله. هي عذرا أستاذة فايزة، لكن خبري. ممكن أنه أحيانا إذا ما جالك سؤال عرف يأتيك في صيغة يعطيك المصطلح كامل ويطلب منك اسم المصطلح، يعني عادي مثلا يطرح لك تعريف اللي هو معين عن الثورة الصناعية في جدول تعريفين ثلاثة ويكتب لك، اكتب المصطلح الدال على ذلك. نعم. نشوف أيضا سؤال آخر. هذا السؤال، السلام عليكم يا سلطان. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا سلطان؟ بخير الحمد لله. متابعنا من البداية؟ أيوة. طيب يا سلطان، جاهز لسؤال من عند الأستاذة؟ أيوة جاهز. يلا تفضل وبعدين ناخذ سؤالك ان شاء الله. يلا معك استاذة اسماء. طيب تفضل سلطان، عندك سؤال. الجدول الذي يمثل التوزيع الصحيح، الجدول الذي يمثل التوزيع الصحيح لمواقع المشاريع الاقتصادية العمانية في الخريطة امامك، عندك ثلاثة مشاريع، مدينة العرفان ومدينة خزائن الاقتصادية ومشروع النماء للدواجن، حدد لي مواقعهم حسب اللي موجودة في الأرقام في الخريطة. المواقع؟ نعم، عندك ألف باء جيم دال. مدينة عرفان هي بتكون في محافظة مسقط. أي رقم؟ هي المشكلة شكل متأخر عندي، ما أقدر أشوف شكل الخريطة. في محافظة مسقط بس، يعني قصدي الخريطة ما واضحة عندك؟ تو واضحة، تو بشوفها. طيب. مدينة عرفان راح تكون في رقم 3. ممتاز. ومدينة الخزائن الاقتصادية في رقم 2. ممتاز. ومشروع النماء الدواجن في رقم 1. ممتاز، أحسنت. إذا الخيار رقم؟ ألف. ألف، ممتاز، أحسنت. تفضل، إيش سؤالك؟ أستاذة في صفحة 110. نعم. اللي من جهود السلطنة عمان لتعزيز قيم المواطنة في سفينة شباب عمان ومعرض رسالة الإسلام، كيف يعني يساعد في تعزيز المواطنة؟ طيب لحظة نفتح الصفحة. يلا. طيب طبعا مثل ما ملاحظين، طبعا انا تحدثت في بدايه الحلقه عن اللي هي انه هذه الصفحه جاء فيها تعديل،
فالصورة التي نشاهدها أمامكم هي صورة معدلة في الأساس. طيب، فهنا طبعا مثل ما ملاحظين أول شيء في البداية هو تحدث عن جهود سلطنة عمان في تعزيز قيم المواطنة العالمية. كيف يمكن أن تؤثر تعزيز قيم المواطنة العمانية؟ عن طريق تعزيز الترابط بين المجتمعات العمانية، رقم واحد، نشر ثقافة التسامح والتفاهم بين أفرادها، رقم اثنين، رقم ثلاثة، تعزيز قيم المواطنة العالمية على المستويين المحلي والعالمي. طبعا من خلال مجموعة من الجهود التي قامت فيها السلطنة، سواء كان بالانضمام إلى المنظمات والهيئات أو المصادقة على المواثيق والاتفاقيات، ومعطي لكم مثال، أو العديد من المبادرات والمشاريع والفعاليات المحلية والعالمية. الآن إذا جئنا للنقطة الأخيرة اللي هي توضح لدي الشكل رقم 4، فعندك العديد من المبادرات والكثير من المشاريع والفعاليات المحلية والعالمية قامت بها السلطنة في مجال تعزيز قيم المواطنة العالمية. فمن أمثلة هذه المبادرات أن السلطنة قامت بجائزة اليونسكو، قامت بالأيام الثقافية العمانية، قامت بمعرض رسالة الإسلام، قامت بسفينة شباب عمان، كذلك المدارس العمانية المنتسبة إلى اليونسكو. الآن في السؤال، مثل ما ذكرت الآن أنت قبل قليل، ممكن يجيك سؤال، كيف ساهمت مثلا الأيام الثقافية العمانية في تعزيز قيم المواطنة العالمية لدى سلطنة عمان؟ كيف ساهمت مثلا، ساهم مشروع معرض رسالة الإسلام من عمان في تعزيز قيم المواطنة العالمية؟ كيف ساهم مشروع سفينة شباب عمان أو مبادرة سفينة شباب عمان في تعزيز قيم المواطنة العالمية؟ كل هذه الجهود والمبادرات أنت تحط إجابتها واحدة، عن طريق تعزيز الترابط بين المجتمعات الإنسانية، عن طريق نشر ثقافة التسامح والتفاهم فيما بين أفرادها، عن طريق اللي هي إيش، تعزيز قيم المواطنة العالمية على المستويين المحلي والإقليمي. ممكن طبعا تضيف بعض الإجابات عن طريق التآخي، الصداقة، الحوار، النقاش، اللقاء، الفعاليات الخارجية وهكذا، لكن أغلب هذه الإجابات إجابتها اللي هي إيش، تعزيز الترابط تسامح نعم، يعني اللي كل هذه الإجابات يعني أهميتها تكون بتعزيز الترابط بين المجتمعات. أيوة، ممتاز، أحسنت كذا. طبعا هنا لازم تعرف أنه هذه السفينة طلاب، يعني وهذه طبعا مهم لجميع الطلاب، أنه السفينة المشار إليها في الشكل هي سفينة شباب عمان، لأنه ممكن يجي لك في الاختبار أنه سمي هذه السفينة، طيب، بهذا طيب. الشكل واضح؟ أي سؤال آخر؟ لا، مشكورين، يلا شكرا جزيلا، نتمنى لك كل التوفيق يا سلطان. نشوف معنا ايضا استفسار من سعيد. السلام عليكم يا سعيد. وعليكم السلام، كيف حالك يا سعيد؟ الحمد لله، مستعد للامتحان ان شاء الله؟ مستعد ان شاء الله. عندك استاذة اسماء، اول شيء بتعطيك سؤال بعدين تاخذ سؤالك ان شاء الله. يلا تفضل. انش الاستاذة، اهلا سعيد. سعيد عندك سؤال، الواضح في الشاشة الرمز الذي يشير إلى قطاع التعدين، هل هو ألف، باء، جيم، دال؟ قطاع التعدين. أيوة سعيد. أيوة، أي إجابة من الإجابات الأربعة يشير إلى قطاع التعدين؟ دال. ممتاز، أحسن، إذا دال هي الإجابة الصحيحة. طيب سعيد، اللي هي الرمز ألف. عذرا أستاذة، بس نخبر سعيد أنه يخفض صوت التلفزيون، يسمعنا من سماعة الهاتف يا سعيد؟ إن شاء الله. يلا تفضل أستاذة. طيب الرمز الذي يشير إليه في ألف يشير إلى أي قطاع من القطاعات؟ ألف؟ نعم، ألف الخدمات الوظيفية. ممتاز، وباء؟ باء الصناعات التحويلية. باء السياحة. السياحة، أحسنت. رقم جيم؟ الصناعات التحويلية. الصناعات التحويلية، ممتاز، يلا تفضل سؤالك. في صفحة 94 فكر وناقش، فين تشرحين ليش يعني المقصود؟ صفحة كم؟ 94 يفكر وناقش. نعم،
سؤال 94. 94. طيب سؤال فكر وناقش، يوجد فيه طبعا مقارنة فيما بين الاقتصاد القائم على المعرفة وكذلك الاقتصاد التقليدي، من حيث هو يمكن مقارن هنا فيما بين اللي هو الأسواق وكذلك المرونة والمحرك الأساسي للاقتصاد وكذلك المكان. بتكلم طبعا بشكل عام فيما بين اللي هو المقارنة فيما بين الاقتصاد القائم على المعرفة والاقتصاد التقليدي. الاقتصاد القائم على المعرفة طبعا مثل ما ذكرنا سابقا أنه هو عبارة عن الاقتصاد الذي المستند بشكل كبير جدا على إنتاج واستخدام وتوزيع المعارف، سواء كانت اللي هي المعارف أو كانت المعلومات أو المنتجات أو المصنوعات أو غيرها، صناعات ذات التقنية الحديثة من أجل اللي هي تحقيق مكاسب في الإنتاجية. فهنا في الاقتصاد القائم على المعرفة هو يرتبط بالمعرفة، يعتبرها هي الأساس في عملية الإنتاج وتحريكه طبعا، ويستند على ايش؟ على يعتمد على التقنيه بشكل كبير جدا. الاسواق التقليديه هي الاسواق المتعارف عليها بانها تكون اسواق تقليديه ويتم فيها عمليه الانتاج بشكل ماذا؟ تقليدي. فالاسواق في الاقتصاد القائم على المعرفه تتميز وتتسم باللي هي طبعا وترتبط باللي هي خاصيه المرونه، بانه يمكن اللي هي عمليه التنقل بشكل سلس ومرن فيما من منطقه او من دوله الى اخرى. حتى يمكن في الاقتصاد القائم على المعرفه تعتمد على الاسواق اللي هي الالكترونيه او الاسواق المرتبطه باللي هي الانترنت، لكن الاسواق التقليديه لابد ان يكون فيها موقع محدد، سجل تجاري محدد، مكان محدد. فالمحرك الأساسي للاقتصاد هي المعرفة بشكل كبير جدا، المحرك الأساسي في الأسواق التقليدية، المحرك الأساسي اللي هي رأس المال بشكل كبير جدا. مثل ما ذكرنا بالنسبة لي المكان في الاقتصاد القائم على المعرفة لا يرتبط بمكان محدد، وإنما طبعا هي عبارة عن أسواق واسعة ومتسعة، لكن بالنسبة لي الأسواق التقليدية اللي هي مرتبطة بموقع محدد بمكان محدد. فاللي هي هذه هذا فيما يرتبط بهذا السؤال. نعم واضح يا سعيد، شكرا جزيلا لك يا سعيد، نتمنى لك التوفيق. نروح ايضا لعائشة. السلام عليكم. السلام عليكم يا عائشة. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. مستعدة ان شاء الله اكيد للامتحان ان شاء الله. يلا ان شاء الله. عندك الأستاذة بتعطيك سؤال وبعدين ناخذ سؤالك، اتفقنا؟ طبعا. أهلا وسهلا عائشة، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. السؤال أمامك ظاهر في الشاشة. أيوه بعد ما أيوه. الرقم الذي يشير إلى المشروع اللوجستي طريق بتبت صور. واحد اثنين ثلاثة أربعة. اثنين. ممتازة، احسنتي. تعرفي ايش اسم المشروع اللي موجود او الرقم الذي يشير اليه المشروع اللوجستي رقم 4 يشير الى اي طريق؟ ادم سمرت. ممتازة، احسنتي. يلا تفضل، ايش سؤالك؟ ما هو المفهوم الاقتصاد القائم على المعرفة؟ الاقتصاد القائم على المعرفة؟ ايوه. كيف يعني؟ ما فهمتك، ايش سؤالك بالضبط؟ يعني الحين المفروض مثلا لازم نحفظه، بس يعني انا احتاج اني افهم عشان احفظه، ما عرفت افهم ايش هو القائم على المعرفه. قائم على المعلومه، يعني نفس التعريف اللي هو الثوره الصناعيه الرابعه لما ذكرنا بانها هي عباره عن عمليه دمج بين العلوم الماديه، واللي هي عملية ماذا؟ عملية الدمج فيما بين العلوم المادية والأنظمة الرقمية. فالفكرة تأتي من العلوم نفسها، من المعرفة. المعرفة هي قوة تمثل بالنسبة لنا، اللي هي عن طريق المعرفة سواء كانت معادلات رياضية أو فيزيائية أو كيميائية معينة، هنا تصير عندي المعرفة قوة، وبالتالي تطلع إلى الاقتصاد. يعني أغلب الاستثمارات في الوقت الحالي قائمة على ماذا؟ قائمة على علوم محسوسة مادية معينة. فبالتالي فإنه أنا أستند على معرفة ونولج معينة، سواء كانت هذه معلومات، كانت معارف، كانت عبارة عن أرقام، كانت عبارة عن معادلات،
كانت عبارة عن مصنوعات، حاجة يمكن الاستناد عليها، سواء كانت تقانة، أدوات تقنية حديثة، فتساعد في إيش؟ رفع الجودة وزيادة مكاسب الإنتاجية بشكل كبير جدا. حسب الخصائص المذكورة معك. شكرا عائشة، أحسنت، جزاك الله خير. كل التوفيق لك يا عائشة. نشوف أيضا في استفسارات أخرى عبر البريد. هناك سؤال يقول: نريد جميع تعديلات اللي كانت الموجودة في الكتاب، هل في تعديلات أستاذة غير عن اللي هي التصويب اللي ذكرتي في صفحة 110؟ هي التعديلات التي وردت في وثيقة التقويم هي فقط في الصفحة 110، مثل ما ذكرنا الصورة اللي ذكرناها، اللي طبعا وريتكم إياها قبل قليل عشان نرجع مرة ثانية. تعديل في صفحة 110، قلنا بأن هذا هو التعديل. الطبعات القديمة كانت توجد فيها هذه الصورة، هذه الصورة في الطبعات القديمة، طيب، وهذه الصورة يوجد فيها طبعا فيها تعديلين. أول شيء معرض رسالة الإسلام وليست السلام. الشيء الثاني، هذا الشكل كامل غير موجود في الوقت الحالي، وفقط يلتزم الطالب بالشعار حسب ما هو موجود معانا في اللي هي هذه الصورة. طيب، هذه معرض رسالة الإسلام، وهنا عندي فقط يحفظ أن هذا الشعار هو شعار رسالة الإسلام من عمان، مشروع معرض رسالة الإسلام. والصورة اللي بجوارها على يسارها هي لسفينة شباب عمان. إذا التعديل هو كان في صفحة 110 شكل 4 عن درس عمان والمواطنة العالمية. نعم، وبعدين حتى لا يتشتت الطالب، يعني حتى لو كانت هناك الكثير من التعديلات التي قد ترد في منصات الواتساب أو غيرها، فهنا لابد أنه ينتبه أن بعض التعديلات هي تعديلات بديهية، يعني في أشياء تتطرق في شرح المادة الدراسية، طيب، لكن كتعديلات في نص المادة في المنهج هو فقط التعديل الذي ذكر في صفحة 110. نعم، تعديل جدا جدا بسيط وذكرته الأستاذة. نشوف معنا أيضا استفسار عبر الهاتف من فاطمة. السلام عليكم يا فاطمة. فاطمة. نعم. كيف حالك يا فاطمة؟ الحمد لله بخير. كيف المذاكرة؟ الحمد لله. زين، خلصتي جاهزة؟ أيوة الحمد لله. الحمد لله. يلا عندك الأستاذة تعطيك أول شيء سؤال. إن شاء الله. بعد ذلك نأخذ سؤالك. تفضلي. أيوة فاطمة. السلام عليكم أستاذة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال طبعا اللي هو القطاع الاستثماري الذي يمثله الشكل الوارد في الخريطة. اللي هو السياحة. ممتاز. إيش اسمه هذا القطاع؟ إيش اسمه هذا المشروع؟ مدينة العرفان في مسقط. ممتاز، أحسنت. تفضل، إيش سؤالك؟ أستاذة عندي سؤال في الاختبار، في اختبار حليته، بس في سؤال اللي هو عللي ظهور سمات جديدة للمواطنة جعلتها تتوجه اتجاها عالميا. في أي سنة دراسية؟ ما أعرف والله، بس يعني كي تجميع اختباراتي. طبعا هذا الدرس إذا جينا نركز عليه هو تقريبا الإجابة راح تكون في درس المواطنة العالمية، صحيح؟ طيب، في الصفحة الأولى من درس المواطنة العالمية إذا توجهنا إلى اللي هو إيش السؤال؟ ظهور سمات؟ ظهور سمات جديدة للمواطنة جعلتها تتوجه اتجاها عالميا. أيوة، هذه السمات بسبب اللي هي النتائج السلبية التي جلبتها الصراعات والحروب على المستويين المحلي والدولي. أيوة. مع انتهاء الحرب العالم الثانية ظهرت الحاجة إلى تنظيم هذه الصلات الدولية والعلاقات الدولية وتعزيز التسامح والقيم والحوار وحل النزاعات. فليش ظهرت؟ بسبب أن النتائج الوخيمة التي جلبتها الصراعات والحروب الدولية، فظهرت سمات جديدة اللي هي مثل سمات اللي هي طبعا حتى هو كاتب ليش آخر شيء اللي هي مما أسهم في ظهور سمات جديدة للمواطنة جعلتها تنحو إلى العالمية. تمام؟ تمام، شكرا أبله. يعطيك العافية. شكرا جزيلا يا فاطمة، نتمنى لك كل التوفيق. ننتقل إلى الاستفسارات والأسئلة الموجودة أيضا في البريد، في كثير من الأسئلة. خلينا نشوف في أستاذة في سؤال عن الامتحان.
فقدت السؤال أنا، بس نشوف سؤال. هذا صفحة 88، هذا السؤال يقول: كيف تسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التوازن الجغرافي لعمليات التنمية؟ في صفحة 88. صفحة 88 السؤال هو في تحليل الجداول والأشكال، صفحة 88: كيف تسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التوازن الجغرافي لعمليات التنمية؟ أيوة. طيب، طبعا مثل السؤال هذا اللي هو في تحليل الجداول الشكل رقم 6، كيف تسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التوازن الجغرافي لعمليات التنمية؟ السؤال يشير إلى، لما نتكلم عن التوازن الجغرافي أو تحقيق التوازن الجغرافي، يقصد بذلك بأن تشمل جميع محافظات سلطنة عمان، أن تشملها اللي هي إيش؟ اللي هي هذا التنمية، يعني الإشارة التنموية فيما يتعلق باللي هي ازدهار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بمعنى لا تتركز هذه المؤسسات ضمن حيز نطاق محافظة معينة وتفتقر بقية المحافظات لهذه الخدمات أو لهذه المؤسسات الصغيرة المتوسطة. فالتوازن يقصد فيه أن تنتشر وتتوزع بشكل متكافئ مع جميع اللي هي إيش المحافظات. كيف تسهم هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التوازن الجغرافي لعمليات التنمية؟ تسهم من خلال، أولاً تعطي الفرصة للي هم الباحثين عن عمل لإيجاد فرص وظيفية في مناطقهم، بحيث أنهم في هذه الحالة يكونون بالقرب من في قراهم وفي مناطقهم في محافظاتهم. إذن أولاً يعني سواء توزعها في المدن والقرى، في السهل والجبال وغيرها، فإن ذلك يسهم في توفير فرص وظيفية لجميع الباحثين عن عمل في المناطق. إضافة إلى ذلك يحد من الهجرة الداخلية، وبالتالي يعني يقلل من عملية الهجرة من المحافظات إلى محافظة مسقط مثلا باعتبارها اللي هي عاصمة سلطنة عمان، وبالتالي فإن حتى يقلل من عملية التركز السكاني في المحافظة، وبالتالي يسهم في التقليل من الهجرة ماذا الداخلية. كذلك تشمل هذه المحافظات اللي هو الطابع الحضاري والتنموي والاقتصادي الخاص ماذا بالتطور المصاحب بتطور الاقتصاد. هذا طبعا فيما يخص سؤال رقم 2. نشوف سؤال أيضا. السلام عليكم يا أحمد، كيف الحال؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. جاهز مستعد للامتحان؟ مستعدين إن شاء الله تعالى. يلا عندك الأستاذة، بتعطيك سؤال وبعدين ناخذ سؤالك. طيب أحمد، الصورة التي تعبر عن إحدى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتي يعمل مركز ساس لمحاكاة الواقع على تطوير مشاريعها، طبعا أي صورة من هذه الصور تشير إلى إلى ما يطوره مركز ساس لمحاكاة الواقع؟ ممتاز، أحسنت. إذن صورة اللي هي التي تعبر عن الواقع الافتراضي، تفضل سؤالك. في صفحة 93. صفحة 93 اوكي نناقش. طيب سؤال، فكر وناقش. كيف تسهم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تنمية المجالات الآتية؟ يعني كيف تسهم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في البحث العلمي وكذلك في الاقتصاد؟ طبعا بالنسبة لي اللي هو فيما يرتبط بالبحث العلمي عن طريق اللي هي عدة نقاط، مثلا هي الكثير من النقاط، فلدينا من ضمن النقاط التي يمكن أن يسهم فيها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في موضوع البحث العلمي فيما يختص بمساعدة البحث على إدراك مفاهيم جديدة بطرق سهلة،
تتناسب مع قدرات مثلا وذكاء كل باحث، تحقيق مثلا معيار عالي في الجودة، خاصة نحن نعرف أن البحث العلمي هو عبارة عن إعداد أبحاث عديدة، ومن خلال هذه الأبحاث نتوصل إلى نتائج، وبالتالي في من خلال هذه النتائج نحن نأخذ هذه النتائج طبعا وممكن أن نحن ندخلها في مجال اللي هو الاقتصاد، وهذا ما كنا نقصد به بالاقتصاد القائم على المعرفة. طيب، أيضا ارتفاع نسبة الإنجاز عن طريق البحث العلمي، ممكن أن نرفع نسبة الإنجاز فيما بين الباحثين وزيادة عدد دراستهم. أيضا تقوم بدور المرشد الذي يقوم بتوجيه الباحث للإبداع والابتكار في مجال بحثه. لكن إذا جئنا للجانب الاقتصادي أو في الاقتصاد، ظهور مجالات اقتصادية جديدة تمتلك طرق وأساليب جديدة لممارسة الأعمال. أيضا هناك تغييرات هيكلية تحدث في إطار المؤسسات بهدف طبعا تحقيق أرباح عالية وتحقيق أنماط إنتاج ذات كفاءة عالية وذات أداء عالي، زيادة القيمة السوقية إلى مستويات تفوق اقتصاديات الدول أيضا، اللي هي تمكن الشركات التكنولوجيا العملاقة من تصدر اللي هو المشهد الاقتصادي. في الجانب الاقتصادي محوره تسويقي مثلا، تصنيعي مثلا، تكاملي مع مؤسسات أخرى. طيب خلاص، واضح يا أحمد؟ واضح. يلا شكرا جزيلا لك، نتمنى لك كل التوفيق. ومن أحمد ننتقل إلى فاطمة. السلام عليكم يا فاطمة. عليكم السلام، كيف الحال؟ بخير الحمد لله. متابعتنا من البداية؟ نعم. يلا عندك الأستاذة تعطيك سؤال بعدين نأخذ سؤالك. تمام. مرحبا فاطمة، كيف حالك؟ الحمد لله، الله يعطيك العافية. طبعا فاطمة عندك سؤال ظاهر أمامك بعد ما طالع. يلا ظهر الحين. الصورة التي تعبر عن الأثر السلبي للوسائل والتطبيقات التي أفرزتها الثورة المعرفية، أي صورة؟ هل هي ألف، باء، جيم، دال؟ الصورة الأخيرة. أحسنتي، ممتازة. طيب هي أي نوع من أنواع الآثار السلبية، ثقافية ولا اجتماعية؟ اجتماعية. ممتازة، أحسنتي، تفضلي. إيش سؤالك؟ كان عندي سؤال عن منصة تستثمر بسهولة، اللي هي وين تطلع في الاختبار؟ استثمر بسهولة؟ أيوة، ليش اعتبرناها من الاقتصاد القائم على معرفة؟ نعم، ليش اعتبرناها من الاقتصاد القائم على معرفة؟ لأنها استثمر بسهولة، هي تعتبر محطة إلكترونية، فبما أن نحن دخلنا كبوابة إلكترونية، إحنا هنا إيش سوينا؟ استخدمنا التقنيات الحديثة. التقنيات الحديثة قائمة على ماذا؟ قائمة على استخدام الأنظمة الرقمية، وبالتالي يعني هي حتى توجد فيها العديد من الخدمات، سواء كانت اللي هي في مجال إصدار التراخيص، أو يعني في مجال اللي هي تسجيل تراخيص، كلها تعتبر فيها إيش؟ مجموعة من الخدمات. فهي تهدف من ناحية أول شيء ما بوابة إلكترونية تقنية، ومن ناحية أنها ترفع من الإنتاجية، ويعني تزيد من الأداء اللي هو رفع كفاءة الأداء. وهنا هذا كله يدخل في ضمن الاقتصاد القائم على المعرفة، أنا كيف هنا استخدمت المعرفة اللي هي الإلكترونيات وأنشأت بوابة إلكترونية، منصة خلت أنه اللي هم المستخدمين المواطنين يلجأوا إليها إلكترونيا، وسهلت من الخدمات اللي هم يمكن أنهم يحتاجوها. طيب؟ نعم، واضح يا فاطمة؟ أستاذ بين أساس لمحاكاة الواقع. مرة ثانية سؤالك فاطمة؟ اللي هي منصة أساس لمحاكاة الواقع. منصة ساس لمحاكاة الواقع مالها؟ يعني تعتبر من أي، تعتبر نفسها من الاقتصاد القائم على معرفة؟ نعم، لأن هي قائمة على الواقع الافتراضي. لا، هي ما أيوة. تهدف إلى مشاريع تطوير مشاريع الواقع الافتراضي. أيوة. ومشاريع الواقع الافتراضي ما يعتبر من ضمن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة؟ نعم. نعم، وبالتالي فإن في هذه الحالة هي تعتبر ضمن اللي هي يعني علم أو تقانة يستند فيها في ضمن اللي هي الاقتصاد القائم على المعرفة. تمام أستاذ، شكرا، يعطيك العافية، بالتوفيق. بالتوفيق يا فاطمة. نروح إلى حمد. السلام عليكم.
حمد السلام عليكم. يعني نشوف سؤال من البريد حتى يعود إلينا حمد. السؤال أستاذة من محمد الربخي يقول سؤاله في الاختبار الدور الأول 2022-2023. سؤال 2022؟ نعم 2022-2023 الدور الأول السؤال رقم 21. إذا السؤال 2020 22-23 الدور الأول. أوكي أي سؤال؟ 21. نعم هذا تقريبا احنا جاوبنا عليه قبل قليل. وبس أيضا لأن النسخة الإلكترونية ما موجودة. نعم أستاذة إذا هذا السؤال محمد الربخي. حول ماذا السؤال أستاذة؟ حول المواطنة؟ سؤال اللي هو حول عمان والمواطنة العالمية. أجبنا عليه تقريبا قبل قليل فيما يتعلق باللي هي تيمات المواطنة. هو طبعا يريد توضيح العلاقة بين المواطنة العالمية والهوية الوطنية. العلاقة بين المواطنة العالمية والهوية الوطنية. ويمكن السؤال اختبار شبيه بهذا السؤال. نعم السؤال اللي هو باء. طيب سؤال ألف اللي هو فسر ظهور سمات جديدة المواطنة جعلتها تنحو إلى العالمية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، يعني لماذا ظهرت؟ هي أجبناها قبل قليل، قلنا بأن أصبحت هناك حاجة ملحة مثل ما ذكرنا قبل قليل إلى أهمية التعايش، أهمية التصالح، أهمية الحوار، خاصة بعد الصراعات التي خاضها العالم بعد الحرب العالمية الثانية. طيب أيضا بالنسبة لي سؤال محمد اللي هو في السؤال باء، وضح العلاقة بين المواطنة العالمية والهوية الوطنية. هذه طبعا ممكن أن أنا أطلع الطالب على إجابتها ضمن اللي هي أن المواطنة الهوية الوطنية، عفوا الهوية الوطنية تعتبر جزء من اللي هي المواطنة العالمية، لأن المواطنة العالمية تؤكد على أهمية الانتماء، انتماء الفرد لوطنه، إضافة إلى ذلك تؤكد عليه بأن من المهم أن ينتمي إلى واقع أوسع من وطنه اللي هو الكرة الأرضية، وإلى مجتمع بشري أكبر من اللي هو مجتمعه الوطني المصغر وهو المجتمع البشري. طبعا هذه المعلومة عشان طلاب ميتو هو موجودة عندكم في الكتاب في درس عمان والمواطنة العالمية. طيب درس اللحظة طيب نشوف صفحتكم أستاذة في تقريبا الدرس الأخير. لحظات أيوة هذه المعلومة. طيب المواطنة العالمية ترى بأن لكل إنسان الحق في المحافظة على هويته الوطنية، وفي الوقت نفسه تؤكد على انتمائه لمكان أوسع من اللي هي يمثل الكرة الأرضية. المكان الأوسع يقصد فيه الكرة الأرضية، وإلى مجموعة بشرية أكبر اللي هي تمثل المجتمع الإنساني. فبالتالي هنا إيش؟ المواطنة الهوية الوطنية هي جزء كبير جدا من اللي هي المواطنة العالمية. نعم إن شاء الله يكون واضح. نشوف سؤال آخر أستاذة، هل ممكن أن يأتي في الاختبار رتبي الأحداث على حسب التاريخ؟ هي غالبا تأتي ترتيب الأحداث بالأرقام، يعني يذكر الطالب بأن في هناك مجموعة من الأحداث، يذكر في الاختبار مثلا مجموعة من الأحداث التاريخية ويطلب من الطالب أن يرقمها مثلا من الأقدم إلى الأحدث. طيب الطالب كيف بيرتبها من الأقدم إلى الأحدث إذا كان ما حافظ التواريخ؟ إذا أنت مطالب بحفظ التواريخ. وبعدين بالنسبة للفصل الثاني التواريخ الموجودة في المنهج قليلة بسيطة جدا، يعني يكاد انها تكون مثلا اللي هي مثلا نفرض على سبيل المثال ادراج شخصيه ابو مسلم البهلاني في عام 2019،
2003 كانت اتفاقية اللي هي مكافحة التمييز العنصري. طيب مثلا أحداث اللي صارت في عام 1975 وثورة الظفار، فهناك بعض الأحداث التاريخية أو انضمام سلطنة عمان للأمم المتحدة، إذا سنوات يعني يكاد أنها حتى ما تشكل عبء في الحفظ. نعم، وأصلا مادة هذا وطني مادة يعني كذا جميلة وسهلة وبسيطة، وأعتقد أنتم خلاص نعم. يعني قفلتوا كذا على المادة كلها. نشوف في سؤال آخر أيضا من ماجد الرشيدي، يقول العام الذي تم فيه إطلاق معرض رسالة الإسلام. نعم، هذا طبعا المعلومة مذكورة في التصويت في المنهج في الطبعة القديمة، فيفضل أن الطالب ما مذكورة في يعني في الطبعة الحديثة ما مذكورة المعلومة، هي كانت تقريبا في 2010، فبالتالي فإن الطالب ما مطالب فيها، لأنه في التصويب حسب ما ورد التصويب المخطط اللي ذكر فيه هذه المعلومات تم حذفه، وتم الاقتصار فقط على شعار معرض رسالة الإسلام من عمان. نعم، هو يقول أيضا لأنه تم ذكر في سؤال ترتيب للأحداث في السنوات الاختبارات، إذن في السنوات الماضية، وخلينا كده نركز على السنوات يعني القريبة منا، لأن السنوات البعيدة في تغيير كثير في المناهج. نشوف أيضا إذا كان في استفسار آخر، يمكن هذه الاستفسارات الواردة أيضا تكررت، اللي هي عن كلمات مضيئة. نعم. أضف إلى معلوماتك توظيف المصادر تحليل النصوص وكلمات مضيئة. أيوة. وطبعا يستفسر ما الذي يعني نركز فيه على هذه يعني التفاصيل. مثل ما ذكرت في بداية الحلقة بأنه مهم جدا الطالب يتطرق وهو يعرف أصلا، الطالب لما يذاكر ويمر على هذه المعلومات يبدأ حتى في بعض الأسئلة يبدأ يشكلها بنفسه، يعني يطلع إلا في سؤال موجود في الفقرة، فيعني الطالب مطالب في أنه طبعا يمر عليها وطبعا يقرأها ويذكر إذا كان في مثلا يعني مثلا على سبيل المثال في درس اللي هو درس عمان والمواطنة العالمية عفوا اللي هو درس الهوية العمانية في ظل الثورة المعرفية في توظيف المصادر في صفحة 106، نلاحظ بأن يعني هذا يعتبر من الأسئلة التي وردت في العام الماضي، جاءت على صيغة ماذا؟ صيغة سمي قانون مكافحة جرائم اللي هي سمي القانون أو أول قانون متكامل وضع لتناول جرائم تقنية المعلومات في السلطنة. إيش اسمه هذا القانون؟ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. طبعا هنا الطالب لابد أن ينتبه إلى لما يعطي اسم القانون، مثلا على سبيل المثال أنا أذكر يعني ما شرط أن يكون اسم هذا القانون، قد يكون أشياء ثانية، لما تعطي اسم اللي هو القانون أو المؤسسة أو أي شيء مصطلح اكتب المصطلح كامل، لا تكتب المصطلح ناقص. فمثلا بعض الطلبة في العام الماضي كان من ضمن إجاباتهم قانون تقنية المعلومات، هذه لا تعتبر إجابة صحيحة، الإجابة الصحيحة هي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. فهذا على سبيل المثال، مثلا ممكن يذكر لك ما هو أول قانون متكامل اللي هو هذا القانون، طيب، أو مثلا ممكن يذكر اللي هو القرار الوزاري رقم 270/2015 الصادر من وزارة التجارة والصناعة كان بشأن ماذا؟ حدد اللي هي حظر استيراد الملابس العمانية التقليدية، ممكن يأتي على شكل صور من ضمنها ملابس مثلا، قد يكون أشياء معينة، فبالتالي لازم تعرف إيش اسم اللي هو القرار الوزاري. ممكن تعرض بعض الأمثلة للعقوبات التي طبعا يعرض عليها مكافحة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مثل استخدام وسائل تقنية المعلومات في تزوير المعلومات، هاي ممكن يجيك على شكل صورة، عرض ونشر مواد منافية للأخلاق والقيم، استخدام وسائل تقنية مزودة بآلات تصوير في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، هذا ممكن يأتي أيضا على شكل صورة ويذكر لك يكتب لك إيش اسم القانون اللي ممكن نحن نستخدمه في سبيل مكافحة اللي هي مثل هذه الأفعال كذا يعني. نعم، لو نشوف أستاذة أيضا حل توظيف المصادر الموجودة في صفحة 105. في صفحة 105 طبعا هنا السؤال صفحة 106 105 اللي هي هذا يقصد الطالب توظيف المصادر هنا. ايوه انزين، ابحث ومجموعتك، طبعا هذا يعتبر من اللي هو الاسئله
الأسئلة اللي ممكن إنها يبحثوا مجموعتك عن جهود سلطنة عمان للمحافظة على الهوية الوطنية والتعزيز المواطنة الرقمية وذلك حسب المخطط أدنى. هني الطالب لازم يعرف أول حاجة في معلومة مذكورة في الأعلى الفقرة سلطنة عمان مواكبة الثورة المعرفية والمحافظة على الهوية. فنلاحظ بأنه أول حاجة السلطنة حتى تحقق مبدأ التوازن بين الأصالة والمعاصرة، طبعا المبدأ الذي استندت عليه في اللي هي طبعا مع المواكبة مع مواكبة تقنيات الثورة المعرفية وغيرها اللي هو مبدأ التوازن، أخذ فيها في نفس الوقت واكب المعاصرة واكب الحداثة ولكن في نفس الوقت ماذا أحافظ على قيمي وعاداتي وتقاليدي. طيب فهنا مبدأ التوازن. الشيء الثاني سعت السلطنة للمحافظة على الهوية وتعزيز المواطنة الرقمية من خلال مجموعة من الإجراءات. إيش هي هذه الإجراءات يا ترى؟ لدينا القوانين، لدينا هنا القوانين والتشريعات، عندنا الندوات، عندنا البرامج، وعندنا الحملات التوعوية. من الملاحظ في الاختبارات السابقة أن وردت هناك في بعض الأشياء اللي هي مثال على ذلك مواد قانونية ويطلب من الطالب إيش هو الإجراء الذي تشير إليه المادة القانونية، إيش اسمه؟ هل هو يا ترى قوانين تشريعات أو هل هو ندوات أو هل هو برامج أو هل هو حملات توعوية مثلا؟ أو ممكن يجيلك مثلا سؤال على سبيل حملة توعوية معينة، ملصق معين عن الابتزاز مثلا أو عن مثلا العزلة الاجتماعية أو غيرها. فهنا هيش نسمي هذا؟ نسميه حملة توعوية أو برنامج إذاعي أو برنامج تلفزيوني. إذا هذه نضمنها ضمن ماذا؟ البرامج. أو صورة لندوة مثلا أو شيء إشارة إلى معين، هذا تعتبر من إيش؟ من أنت لازم تعرف في كل واحد فيهم إيش اللي هي هذا. طيب إذا رجعنا لسؤال توظيف المصادر، هنا هو مقسم إلى ندوات وبرامج وحملات توعوية، منظومة تعليمية، قوانين وتشريعات. من ضمن الندوات والبرامج والحملات مثلا ملتقى الهوية الوطنية العمانية على سبيل المثال. طيب أو أي ندوة، ممكن كلمة ندوة أو محاضرة أو شيء يشير إليها اللي هو الموضوع. المنظومة التعليمية طبعا في طبيعي المناهج التعليمية، تضمين اللي هي أهمية الهوية العمانية وقيم المواطنة العمانية في ضمن اللي هي المناهج التعليمية، المناهج التعليمية المهتمة بجانب الهوية، طرح المسابقات التربوية التعليمية، كذلك البرامج التي تتعلق بموضوع الهوية الوطنية، هذا ضمن المنظومة التعليمية. ضمن القوانين والتشريعات سواء كان مثل قانون التراث الثقافي، قانون حظر استيراد الملابس التقليدية، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، هذه أيضا تعتبر من شوف اللي هو القوانين والتشريعات، هذه أشياء موجودة في الكتاب في اللي هو النشاط الذي قمنا بحله قبل قليل. فبالتالي الطالب حتى لا يشتت نفسه أنه هناك الكثير من المعلومات هي موجودة أساسا في الكتاب، فقط عملية الربط فيما بين المعلومات تسهل عليه الحصول وسهولة الوصول إلى الإجابة. نشوف معنا أيضا استفسار ربما الأخير عبر الهاتف من هبة. السلام عليكم يا هبة. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا هبة؟ الحمد لله طيبة. مستعدة للامتحان إن شاء الله؟ مستعدة. يلا عطينا استفسارك كذا، لأن أنت كذا في الدقائق الأخيرة. في سؤال، المؤسسة التي أدرجت مسلم البهلاني ضمن قائمة الشخصيات المؤثرة عالميا وموجود صور. هبة هبة عيدي سؤالك كده بصوت أعلى وبوضوح عشان نقدر نفهم السؤال. ما تريد سؤال هبة؟ عشان احنا الدقائق الأخيرة. طيب يلا تفضلي هبة. عشان المؤسسة التي أدرجت ضمن قائمة شخصيات المؤثرة عالميا أبو مسلم البهلاني. نعم، المؤسسة ولا المنظمة؟ المؤسسة. هي المنظمة غالبا ما يأتي في سؤال كمنظمة، فالمنظمة هنا هي منظمة التربية والعلم والثقافة اللي هي اليونسكو. طيب بس موجود كتاب، موجود في كتاب اثنين اللي هو اليونسكو والوطنية العمانية. أما إذا كانت المؤسسة المحلية اللي هي اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، والشعار مالها موجود في الأعلى أشرت إليه قبل قليل، موجود في نفس الصورة، موجود عندكم شعارين، الشعار اللي هو اللي في باللون الأبيض وفي كتاب والخنجر وكذا، هذا اللي هو مال تبع اللجنة الوطنية العمانية
للتربية والثقافة والعلوم، والشعار الثاني اللي هو تبع اليونسكو. هو اختياري. أيوة اختيار متعدد. هاي السؤال صح؟ أيوة. أيوة هو بس كده لازم تميزي تعرفي إيش إذا حسب إيش المطلوب. يعني إذا كان هو يطلب المؤسسة المحلية يقصد فيها اللي هي اللجنة الوطنية، إذا كانت المنظمة العالمية فهي يقصد فيها منظمة اليونسكو. بس هي ما قايلة ولا قايل منظمة التي أدرجت وقامت شخصيات أخرى عالمية. طيب حسب الصور اللي معطاها يا هبة، يعني شوف الصور. اليونسكو موجود في الوطن. هو أي سؤال في أي سنة هذا؟ ما أعرف ما عندي الحين، بس عندي الصور. طيب يا هبة، هو شوفي مثل ما خبرتك عشان ما تشتتي نفسك، لأن أحيانا أساسا من الاختيارات المتعددة يوضح هو إيش يطلب. ممكن إنه يذكر شعار اللجنة الوطنية العمانية وما يذكر شعار اليونسكو، فيطلب مثلا أو يطلب المنظمة إيش اسم المنظمة، وهو هنا ذاكر ليش اسم المنظمة، الشخصيات العالمية التي أدرجتها منظمة التربية والعلم والثقافة اليونسكو. طيب فهل انت تعرفي اللي هي ايش، ان هذه هي المنظمه المسؤوله عن ذلك، بينما المؤسسه اللي هي المحليه تابعه لسلطنه عمان مثل ما ذكرت لك اللي هي اللجنه الوطنيه العمانيه. طيب شكرا. العفو، بالتوفيق. كل التوفيق لك يا هبه. احنا كذا طبعا استاذه وصلنا الى الختام، بس ما يعني ما استفسرنا سؤال الاخير اللي هو هل توجد محذوفات؟ لا لا توجد. لا توجد هذا الموضوع في البداية. نعم. أنه لا توجد. نعم. إذا نود تذكيركم أن الإعادة الأولى راح تكون في الساعة 11 مساء، الإعادة الثانية في صباح اليوم الثاني 5:30. أكيد كذا وصلنا إلى الختام، شاكرين لك أستاذة أسماء.